السلام عليكم. اولا احنا نرحب في شركات الاعلام، بالرغم من انه وسائل الاعلام لازم تكون الداينامو الاساسي في مراقبه الشعب واهم المجريات التي تحصل على الشعب. جميع الامور متخلفه في البلد، وافضل طبقه شريحه بالمجتمع هم طبقه المثقفين خريجين العلوم، وذولا لو امكن استغلالهم في شركات اهليه. انني لا اطلب بتعيينهم في وسائل الدوله، لانه التعيينات كلها فاشله ولا يوجد فيها اي انتاج للبلد. احنا نطالب بانشاء شركات ومصانع اهليه لضم هذه الطاقات ولانتاج كل ما يترتب وما يحتاج الى البلد من علم وثقافه، لان عندنا هسه امكانيات هذول الطلاب، امكانيات هذا الجو اللاهب يسوي جو بارد منعش. في فرنسا قبل يومين صار 45 درجة الحرارة، انقلبت الدنيا، واحنا توصل 50 ووادمنا لا شغل ولا عمل. ان نطالب انه الجهات المعنية اذا لم تحل المسائل العالقة بالشباب وغير الشباب، هناك كثير، الجريمة تكثر والبطالة تكثر والأمراض تكثر.